أرسطو كان دايما كيقول أشنا هو الجوهر ديال الحياة، وكيجاوب هو خدمة الآخرين وعمل الخير. المؤرخ الفرنسي جون ميشيل من القرن التاسع عشر كان عنده العشرات ديال الكتب ومن المؤلفات، كان كيقول اللي يعرف كيفاش يكون فقير يعرف كل شيء. المعنى ديال هادشي على الفقراء اللي كيتكيفوا مع اي فرصة كتوفر لهم الحياة، وهو الشيء اللي غادي ينتهي به الامر بتحول هذا الفقر الى فضيلة. كانت هذه هي فلسفة الممثلة هالي بيري اللي عاشت الحرمان والفقر والعوز. هالي بيري عاشت الزلطة ديال بصح والبؤس، وخدمت سرباية ونعسات في ملجأ للمتشردين وفي شقق مهترئة، وكالت اي حاجة، ولكنها كانت مصممة باش تغير حياتها للأفضل. شكون هي هذه الروحانية؟ بقوا معنا. أهالي ماري بيري من كليفوند ولاية أوهايو، تولدت عام 1968، أول ممثلة أمريكية سوداء شوكولاتة كتفوز بجائزة الأوسكار. ماشي سهل. ملي كانت هالي صغيرة كتبلغ من العمر 4 سنوات، باها تخلى عليها جيرون بيري، تخلى على بناته لأنه كان سكيري وتكرفس على مراته وبناته. بقات هي والشقيقة ديالها هايدي في رعاية ديال الوالدة ديالتها جوديت آن هوكينز، وهي مرة تمكنت من تربية بناتها بفضل العمل ديالها كممرضة في جناح الطب النفسي. جات هالي من ضاحية كيغلب عليها نظرة البيض في كليفوند، وعانت بزاف من السخرية المستمرة من لون البشرة ديالها السوداء، سواء من المجتمع البيض المهيمن أو من الأقلية السوداء نفسها. كل شيء كيشوف فيها في شكل. بدأت عملها العمل ديالها كمحررة صحفية في الصحافة الإذاعية، لكن بعد بضعة أشهر دخلت مجال ديال الإعلانات والمجالات المخصصة للموضة، وفي مرحلة ما اضطرت باش توقف الدراسة ديالها من أجل العمل وباش تلقى ما تاكل. في عام 1984 تم تتويجها ملكة جمال أمريكا للمراهقين وفازت بها، ثم ملكة جمال أوهايو. من اللي اعتقدت أنها راسخة في مهنة عارضة أزياء بشكل كافي، بدأت في محاولة الدخول بالوسائل والإمكانيات المتاحة لها بس الصباح ولا باش تولي ممثلة، وهو الشيء اللي بغات. ومثل ما كانت مسابقة ملكة الجمال نقطة انطلاق لعملها في عرض الأزياء، استغلت كذلك عملها في الدعاية والمنصات باش تكون نقطة انطلاق للوصول إلى هوليوود. كيفاش؟ بعد تكوين قصير في مجال التمثيل وخدمات، يعني بحماس كبير لكسب لقمة العيش وخدمة سرباية في سلسلة مطاعم للوجبات السريعة في انتظار الفرصة باش تجي. في ربيع عام 1989 هزت الحقائب ديالها تاني مرة أخرى ومشيت لمدينة مانهاتن، وبدأت خدامة كعارضة أزياء وحاولت البدء من جديد، وبدأ اسمها كيكتسب وزن بين مصنعي الإعلانات، واستطعت المشاركة بشكل ثانوي في بعض المسلسلات التلفزيونية. الشيء الوحيد اللي عطوه لها أنها دارت دور ديال ممثلة سوداء مدمنة على المخدرات، ومع ذلك لم تصب لا بالياس ولا بالإحباط في انتظار الفرصة اللي تجي. بصرف النظر على العمل ديالها المكتف على التلفزيون كوسيط، حققت منه شعبية كبيرة طيل 10 سنوات من 1990 إلى 2000، وحصولها على أول جائزة إيمي وجولدن جلوب لأفضل ممثلة درامية عن فيلم السيرة الذاتية للنجمة السوداء الأسطورية دورتي دوندريج، اللي لعبت فيه هذا الفيلم دور ديال البطولة. من هنا غادي تتحول إلى نجمة هوليودية وعروض لا تنتهي متنوعة من الأفلام والمسلسلات والإعلانات، وتبدأ النجومية ديال بصح على حقها وطريقها. واخا فازت هالي بيري بجائزة الأوسكار عام 2001 وولات برجوازية ولا بأس عليها مع راسها وما هاصها لا خير، ما نساتش أنها نعسات في ملجأ للمشردين والمتشردين، وعانت بزاف في حياتها من البؤس ومن الفقر ومن الحرمان حتى لما وصلتش إليه في الواقع. وقالت في واحد الحوار صحفي إن الصعوبات اللي واجهتها في حياتها المهنية جعلتها أقوى. في مقابلة وفي حوار آخر مع مجلة بيبل قالت: لقد علمني الفقر أن أعتني بنفسي، ونبان أنني أستطيع أن أتحمل أي موقف حتى ولو كان ذلك يعني أن أكون بلا مأوى لفترة من الزمن. كتبلغ الثروة ديال هالي بيري دابا ما بين 60
الى 75 مليون اورو. الى بغى يعطي العاطي لا تحرث لا تواطي. رغم هذه الثروه الكبيره اللي عندها كتقتبس على مارتن لوتر كتقول تعلمنا نطيروا كالطيور ونعوموا بحال الحوت، ولكن ما تعلمناش في فن العيش معا كاخوه في التضامن مع الفقراء وتردد مع غاندي حكمته الشهيره في مساعده الفقراء. اي حاجه كتكال بلا حاجه تسرق من بطون الفقراء، اي حاجه تؤكل بلا اي حاجه وبلا ضروره تسرق من بطون الفقراء. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.